أهلا بكم إلى نشرة المنتصف. أفاد مصدر محلي أن معارك هي الأعنف على الإطلاق اندلعت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء بين القوات الحكومية وميليشيا الانتقالي الإماراتي عقب تعليق الانتقالي مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض. واندلعت المعارك بحسب المصدر في جبهات الشيخ سالم وشقرة والطرية، وسمع دوي الانفجارات إلى وسط زنجبار عاصمة المحافظة. وبحسب مصادر محلية فإن ميليشيا الانتقالي عقب إعلان تعليق مشاورات اتفاق الرياض شرعت في التحشيد العسكري باتجاه محافظة أبين ضمن خطتها للتصعيد ومهاجمة مواقع الجيش الوطني. نسلط الضوء أكثر على هذا الخبر، وينضم معنا عبر الهاتف العقيد منصور الشوذبي ركن توجيه اللواء 185. مرحبا فيك سيادة العقيد، لو تخبرنا في البداية عن المعارك التي اندلعت فجر اليوم، هل هي مجرد مناوشات كما عاهدتها الجبهات في أبين، أم أن الأمر اختلف هذه المرة وربما هناك رغبة من قبل الانتقالي للتقدم باتجاهكم؟ هي طبعا المعارك ليش اليوم مستمرة منذ اتفاق الرياض، لم تنقطع. تجاوزات الانتقالي وخروقاته لاتفاق الرياض مستمرة في هذه الجبهة، جبهة أبين بالنسبة للجيش الوطني في المواقع المتقدمة أمام الشيخ سالم الذي يتمركز فيه المجلس قوات المجلس الانتقالي، وهي مستمرة في الخروقات. ونحن كجيش وطني ملتزمون بتوجيهات قيادتنا العسكرية والسياسية، لا نستطيع أن نعمل إلا أن نرد على هذه الاختراقات من مواقعنا. لكن هل الوضع اختلف هذه المرة؟ يعني لأن هناك تطورات سياسية حصلت من ضمنها ما حصل البارحة من إعلان الانتقالي الانسحاب أو تعليق مشاركته في اتفاق رياض، فهل هذا التصعيد مرتبط تعتقد بهذه التطورات السياسية الأخيرة؟ طبعا بالتأكيد هو مرتبط بالتطورات الأخيرة، والتصعيد كان تصعيد قوي وكبير غير المناوشات التي كانت في الماضي بين الجبهتين، لكن التصعيد هذه المرة من قبل قوات المجلس الانتقالي هو كبير، وكانت المواجهات قوية قبل ليلتين، وأيضا قبل ليلتين كانت حسب المعلومات كثير من الباصات التي تنقل قوى بشرية من اتجاه عدن إلى جبهتي الشيخ سالم والطرية في أبين، وهي تحشيد غير مسبوق بالنسبة للمجلس الانتقالي وغير مبرر، وخاصة أن المجلس الانتقالي جاء، خاصة أن اتفاق الرياض جاء ليخدم المجلس الانتقالي، جاء على طبق من باب ليخدم المجلس الانتقالي الذي هو الأصل فيه كمتمرد أن يساق إلى ردهات المحاكم لا يساق إلى كراسي السلطة. لكن المجلس الانتقالي لم يفهم هذا المنطق ولم ينصر على هذا المنطق، وربما أن المجلس الانتقالي نفسه، وهذه ما تشير المعلومات أو مؤشرات، يعني تقول بأن هذا التصعيد المحرقة. نعم تقول بأن هذا التصعيد جاء عقب عملية تحشيد قام بها المجلس الانتقالي من مدينة عدن باتجاه جبهات أبين، هل يمكن أن تخبرنا كيف كانت طبيعة هذه المواجهات؟ هل كانت مواجهات مباشرة أم هنا قصف مدفعي من قبل الدبابات والمدافع؟ كيف كانت المواجهات لو تخبرنا؟ طبعا المواجهات بالنسبه لنا احنا لا نواجه، احنا نرد فقط، وانما بدا المجلس الانتقالي بتكثيف التصعيد، تصعيد المواجهات، تصعيد مدني بالاسلحه الثقيله باتجاه مواقع الجيش الوطني، واحنا نرد بالنسبه كجيش وطني بنفسنا كجيش دوله لا نستطيع ان نتحرك الا بتوجيهات، والا اذا في توجيهات نستطيع ان ندخل اليد بكل سهوله. لكن هذه الخروقات التي تتم من قبل المجلس الانتقالي تتم يعني لفتره طويله، لكن بالامس كانت شديده وكانت توحي بان هناك تحشيد يعني غير مسبوق، وان هناك نيه لتعطيل اتفاق الرياض، او ان هناك نيه للمواجهات صعبه، انما هي الان مواجهات اغلبها بالاسلحه الثقيله وليس مواجهات مباشره. طيب هل نتج عن هذا التصعيد الذي تتحدث عن أي تغيير في مواقع كلا القوتين على الأرض؟ هل هناك خسائر من الطرفين سواء من جهتكم أو من جهة المجلس الانتقالي؟ بالنسبة لنا كجيش وطني احنا لا توجد أي خسائر لا تذكر، ولكن بالنسبة للمجلس الانتقالي ربما تكون هناك خسائر لا نعلمها، إنما هي المواجهات كانت مواجهات بالأسلحة الثقيلة على يعني ليست مباشرة، بحيث أن يعني ولم يحصل أي، بالنسبة لنا نحن لم تحصل عندنا أي
أصابع في الأفراد أو دائما هي مواجهات كانت قوية أقوى من أي وقت سابق. طيب بالنسبة وأنت قد تحدثت عن خروقات ميليشيا الانتقالي في الجبهة حتى بعد الحديث عن وجود هدنة ووقف إطلاق النار، ماذا بالنسبة لدور لجنة الرقابة أو المراقبة السعودية لوقف إطلاق النار هنا، كيف ترون لموقفها في التعامل مع مثل هذه الخروقات؟ والله بالنسبة للدور لجنة الرقابة السعودية جاءت قبل فترة أو أسبوعين وهكذا، جاءوا ضباط سعوديين وحضروا إلى الجبهتين، حضروا إلى الشرعية وزاروا جبهات الانتقالي وجبهات الشرعية، ولكن سرعان ما بعد ما عادوا سرعان ما تجدت هذه المواجهات، وأظن أن الانتقالي لا ينصح لتوجيهات هذه اللجنة السعودية التي تحاول التهدئة، فمجرد ما تعود إلى عدن اللجنة تبدأ هذه التصعيد من قبل المجلس الانتقالي والجيش الوطني يرد. طيب آخر سؤال سيد منصور، كيف هي الوضعية القتالية للجيش هناك؟ هل يستطيع المواجهة والصمود في مواقعه خاصة مع ضغط الحوثيين في جبهات مختلفة في مأرب والجوف؟ أظن أن هذه الفرضية إذا حصل أظن الجيش الوطني قادر على الدخول أبين بكل بساطة، أنا قوة كافية ولا يوجد أي تحشيد بالنسبة للجيش الوطني، القوة الموجودة منذ زمان هي موجودة منذ أكثر من سنة هي نفسها وقادر على الدخول في أي لحظة، لكن كما قلت لك نحن جيش وطني ملتزمين بتوجيهات القيادة العسكرية والقيادة السياسية، لا نستطيع أن نتقدم خطوة إلا بتوجيهات، نحن فقط نرد على هذه الخروقات من قبل المجلس الانتقالي، ومش في أخرى أود أن أوضحها أنه هذه المنطقة منطقة مسرح العمليات من ضرية شمالا إلى الشيخ سالم جنوبا حوالي 40 كيلو متر، وفيها توجد فيها قرى وتوجد فيها مواطنين تأثروا كثيرا بهذه المواجهات ونزحوا، خاصة قرية الشيخ سالم اللي بيسيطر عليها الانتقالي نزحت بالكامل وبذور خير علي، وهذا سبب في أذى كبير للمواطنين. يعني تقول بأن هناك مجموعة من المواطنين وعدد كبير من السكان تأثروا نتيجة هذه المواجهات وهذا التصعيد خاصة من الشيخ سالم أو منطقة الشيخ سالم واضطروا إلى النزوح، هذه نقطة مهمة شكرا لك على ذكرها. على كل حال شكرا لك سيادة العقيد منصور الشوذبي ركن توجيه اللواء 185.